السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الحمد لله بخير. بخير الحمد لله. كيف الأمور يا شيخ؟ الأمور على أحسن حال الحمد لله. واسمك الكريم؟ اسمي بلال بن فرج السويدي. مرحب مرحب يا شيخ. الله يحييك. وكيف الأمور في البلد؟ كل الأمور على ما يرام؟ الصحة؟ أما الصحة فأحمد الله على كل حال. الحمد لله. والأمور في البلد يجري فيها شيء من التطوير من التحديث لحدوث تنمية شاملة في جميع المجالات. صحيح صحيح صحيح. فأنا لاحظت أثناء زيارتي لدوحة أن هناك تقدما وتطورا ونوع من النمو البنائي. نعم، هذا حاصل لاهتمام الدولة يعني كحكومة بتطوير هذه الناحية، ولأن هناك بعض المشاريع التنموية التي تصب في تطوير المجتمع من ناحية سياسية، من ناحية اجتماعية، من ناحية اقتصادية، يلزم عليه أن يكون هناك تطوير في البناء، في البنية التحتية، في هذه المجالات يعني التي هي أساسية في كل تنمية. صحيح صحيح صحيح. وأنا كنت في اليمن قبل يوم أو يومين ورأيت أن هناك تباينا بين المدينتين، مدينة صنعاء ومدينة ضوحة، من حيث النمو السكاني ومن حيث النمو المعماري. نعم نعم نعم. وهذا لابد أن يصبح موجودا للافتراق الإدارة. يعني هناك قد يكون في شح في الموارد، وهنا بالعكس، وكلما كانت الموارد أوسع كانت هناك سهولة في التطوير وفي التحديث. صحيح صحيح. نعم صحيح صحيح. وأيضا هو نوعا ما يحدث، فمثلا حين الشخص يسافر في الدول الغربية يرى أنك حين تنتقل من منطقة لأخرى لا ترى تباينا كبيرا بين في الوضع الاقتصادي، عكس ما يلاحظ الشخص بين صنعاء ودوحة مثلا. نعم هذا وارد. أنا يعني أضع تصور لهذا. قد تكون هناك أيضا بالإضافة لشح في الموارد هناك، صحيح صحيح، هناك قد يكون ما في كفاءات تستطيع أن تدير يعني صحيح بشكل صحيح. صحيح صحيح صحيح. على الشح الموجود في الموارد. صحيح صحيح صحيح. وهذا هناك أسباب أخرى لا شك أنها تعوق قيام تنمية شاملة. التنمية الشاملة معناها أن يصبح هناك توازي في كل الجوانب وخطط استراتيجية من ناحية التنمية في كل المجالات. صحيح. مع وجود هذه العقبات قد لا يتسنى للأخوة هناك أن يقوموا بكل ما يريدون. صحيح صحيح صحيح. وأيضا من الناحية الثقافية، أنا قبل يومين لما جيت المطار وجدت أخين قطريين وكان يودان شراء تذكرة سفر، لكن الأخوة في المكتب لم يكونوا يتحدثون اللغة العربية، فاضطررت أن أتدخل وأترجم لهما. وطرأت في ذهني سؤال، وهو أن وجود غالبية كبيرة في قطر ولا يتحدثون العربية، هل هذا يلعب سلبا دورا سلبيا في البنية الثقافية اللغوية لقطر؟ هو لا شك يعني وجود جالية كبيرة من العمالة هذا يؤثر لا شك على قضية التفاهم، خاصة إذا كان مثلا القطاع الخاص. نعم. قطاع حيوي أنت تعلم، لكن هي القضية في أن فهم الموظفين لقضية اللغة العربية هذا ضعيف أولا. صحيح صحيح. هناك لا شك في الجانب الآخر المواطنون قد لا يعني يستوعبون اللغة اللي هي سيتحدث بها مع هذا الموظف اللي هي اللغة الإنجليزية غالبا،
لا شك أن هذا يحدث نوع فجوة أولا، وثانيا قد ينعكس هذا بشكل سلبي على المواطنين الأصليين. صحيح صحيح. من ناحية المحاولة في المجاراة أن يجاري ويحاكي الموظف في لغته التي يتكلم بها وهي لغة عمل. صحيح صحيح. ولا شك أنه سيحاول لكنه سيضعف عن يكون هناك تفاهم كامل. هذا بجانب. جانب آخر، عندما تكثر العمالة التي تتكلم بهذه اللغة، لا شك هذا سيضطر إلى أن يكون المواطنين يعني سيجعل المواطنين الذين يتكلمون بلغتهم الأم صحيح أن يتعلموا. وهذه ليست سلبية كاملة، وإنما هي يعني حالة اضطرارية لا بد منها. صحيح صحيح صحيح. لمجاراة الواقع. صحيح. وهل الحركة مفروض أن تكون من ناحية واحدة؟ أقصد أن نعم، من الناحية كنا نتحدث عن الناحية الحركية، هل دراسة اللغة المغايرة مفروض على القطريين أو مفروض على العمالة؟ أيوة، هذا سؤال جيد. الحقيقة أنها يعني بما أن الانفتاح الجاري في الدولة يتطلب منه أن يكون يعني ينبني عليه أن يكون المواطن على إدراك أن هذه لغة عمل، ليست هي لغة الشارع ولا هي اللغة الأم ولا هي اللغة التي يتحدث بها مع كل أحد، وإنما هي لغة عمل تستخدم للحاجة. هذا من جانب المواطنين. أما من جانب العمالة، بحكم العمل ونوعيته هذا شيء مفروض عليه. أنت ضربت مثال بقضية حجز الطيران، وذكرت أنك وجدت شخصين لا يستطيعان التفاهم مع الموظف لأنهم لا يفهمان، لا يستطيعان التخاطب معه باللغة الإنجليزية لأنها لغة عمل وهذا متطلبات عمله. كذلك في مجالات أخرى، في مجالات النفط، في مجالات يعني في بعض التخصصات الجامعية. لكن الحقيقة أنها ما دام أنها وقفت عند هذا الحد، أعني أنها لغة عمل يعني للحاجة، فهذا يتطلب من المواطن أن يكون مرنا في هذا ويتكلم بها مع عدم إغفال معرفة لغته الأم. الحقيقة أن اللغة العربية هي اللغة الأم وهي لغة التخاطب في جميع أنحاء الوطن العربي، وهي رقعة شاسعة من العالم كمساحة جغرافية، ومن المفترض أن تكون هي اللغة الرسمية في التخاطب بين أبنائها. بحكم الوارد على هذا المجتمع من العمالة التي صحيح. تتكلم بلغة العمل، هذه لغة العمل. صحيح. أنا الإشكالية اللي وجدته هو لما الأخاني كان في المكتب وكان هناك ستة من الموظفين ولا أحد منهم يتحدث العربية. نعم. وفي بلد عربي ومواطنون عرب. نعم. وأنا استأسأت الموقف وأنا في بلد عربي. نعم. فتأملت لو كنت في السنغال أو في فرنسا، وأنا فرنسي أو في أمريكا، أنا إنجليزي في بلدي وفي وطني وفي مكتب طيران وطني وليس هناك شخص يتحدث العربية، سوف لا أرى الموضوع مناسبا. هذا أنا وافقك عليه. نعم. حقيقة أن هذه راجعة للعقلية الإدارية عند الذي يديرون المكتب بدراسة أنواع الزبائن، يعني أنواع الناس الذين يأتون. لا بأس بتخصيص ناس لهم يتحدثون بلغتهم لأنها أسهل في التعامل. صحيح. وأفضل في إنجاز العمل الإداري.
وهل بناء عليه هل ممكن أن نقول أن لأنني من المهتمين باللغة العربية وبنشرها وتدريسها ومناهجها، هل من المفترض أو من ممكن لنا أن نقول أن اللغة العربية مهددة في معظم دول الخليج؟ هناك تهديدات، لكن هذا يرجع يعني أن هذه التهديدات هل هي تهديدات حقيقية يتخوف من خلالها على اللغة العربية أم لا؟ هذا راجع لموضوع يعني دراسة ميدانية يتناول من سيدرس أو سيطبق هذه الدراسة الميدانية على النماذج الحقيقية لتأثر اللسان العربي بما هو وارد عليه من ناحية ثقافية بعموم، من ناحية التعليم، من ناحية التعليم هل هناك تقصير في الكم والنوع؟ لأن لا يخفاك وأنت متخصص في هذا أن الكم والنوع بناء على مستوى الطالب في مرحلته الدراسية ابتداء من الابتدائي إلى الإعدادي إلى الثانوي، هذا الكم كافي في تأصيل وحماية لسانه؟ هل هذا الكم والقدر من المادة مادة اللغة العربية كاف لهذا التقويم والحماية؟ ثانيا النوع، يعني نوع الدروس اللي تطرح في الناحية التعليمية على الطلاب، هل هذه النوعية، نوعية الإلقاء، نوعية طريقة عرض الدرس، طريقة عرض الموضوع نفسه، هل هذا مناسب؟ هل يحتاج إلى تجديد في العرض؟ صحيح. عرض صحيح. الدرس صحيح من 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 نعم من الناحية المنهجية، الناحية المنهجية نعم صحيح صحيح. لا لكن أيضا في أفتقر أن هناك تهديدا خارجيا من حيث الثقافة، نعم. لأن ثقافة العالم الآن ثقافة منفتحة على بعض، ثقافة إنجليزية عموما، وقد يشعر الشخص نوعا ما بالدونية حين لا يتحدث اللغة الإنجليزية، قد يشعر وليس ضروريا. وحسب القراءات التي أقوم بها وحسب الزيارات التي قمت بها مثلا إلى إلى Educational City قرية التعليم هنا في دوحة، وجدت أن اللغة الرسمية لهذه المؤسسة التي تعتبر من أرقى المؤسسات الأكاديمية في دوحة هي اللغة الإنجليزية. وعلى المدى البعيد هل هذا يجعل الشخص الوالد الأسرة تركز على اللغات الأجنبية الإنجليزية بصفة خاصة على حساب العربية؟ والله هذا ظاهر، هذا التوجه ظاهر. أنا رأيت يعني حقيقة تصرفات عملية من بعض الأسر في حرصهم على إدخال أولادهم منذ الصغر في مدارس التعليم فيها باللغة الإنجليزية، حرص بعض الآباء على إدخال على إكمال يعني تعليم الأولاد حتى بعد مرحلة الروضة والابتدائي أيضا في مدارس تتكلم باللغة الإنجليزية، والعادات تتزايد. هذا بالنسبة لي إن دل على شيء يدل على عدم إدراك صحيح كامل لتأثير هذا مستقبلا على عقلية الولد الثقافية، لأن يعني عندنا نحن كأمة عربية وإسلامية الانتماء مقرون بالانتماء للدين، الانتماء يعني الهوية. اللساني الهوية أقصد له علاقة بالدين صحيح. هذا لا شك بالنسبة لي يؤثر لأنه يتسلط على سلامة اللسان صحيح. من القدرة على التخاطب ومن الفهم فهم الكلام صحيح. الذي سيلقى صحيح. إليه، وبالتالي هذا ينعكس على فهم لغة التخاطب الدينية إن صح التعبير اللي هي لغة القرآن صحيح. والأحاديث النبوية صحيح. ولا شك أن هذا عائق في ظني عن فهم يعني فهم معاني القرآن والسنة، هذا أولا.
سيفتقد الطالب إن تدرج في التعليم على هذا النحو للقدرة على التعبير صحيح بلغته الأم. وهذا أنا أخبر به عن واقع، فأنا أعرف شخصا، أنا أعرفه شخصا، هو يعمل في مؤسسة بترولية، ولا يخفاك أن لغة التخاطب، لغة العمل، لغة إنجليزية. يقول أجد نفسي عاجزا عندما آتي إلى مؤسسة حكومية لأطلب خدمة معينة، فيقال لي اكتب طلبك ليأخذ مجراه الإداري، فيقول أجد نفسي عاجزا عن، لا أستطيع التعبير، يعني لا أستطيع أن أعبر عن حاجتي باللغة الأم. قلت كيف هذا؟ قال هذا من كثرة تداول اللغة الإنجليزية في مجال العمل وساعات طويلة. طبعا إذا درسناها من ناحية نفسية، من ناحية سلوكية، هذه الساعات الكثيرة في العمل على مدى سنوات لا شك أنها تأخذ حيزا من اللغة العربية. صحيح صحيح. فتظل لغة التخاطب، اللغة الأم اللي هي لغة التخاطب، محصورة في البيت، لأن أكثر ساعات عمله، أكثر ساعات عمره في العمل. صحيح صحيح. يعني من أول النهار إلى آخر النهار، إلى الساعة الخامسة بعض الأحيان، إلى السادسة. صحيح. فهذا كل هذه الفترة لو حسبتها على مدى عمره لا شك أن هذا كثير. نعم نعم، يؤثر سلبا. نعم. وأنت تتحدث عن الهوية الإسلامية القطرية، وأنا أذكر أنني في صدد بحث عن قطر وعلاقة قطر بقطر ابن فجاءة. نعم. ونعم الشاعر الخارجي الكبير وقول أحدهم أن أبي الإسلام لا أبلي سواه إذا نادوا بقيس أم تميمي. وهناك علاقة تاريخية بقطر. وعلى كل خلي موضوع آخر هو عن دائما أنا عندما أزور الدول العربية الإسلامية أبحث عن حياة البداوة وجمالها، لأن كما يقول المتنبي حسن الحضارة مجلوب بتطرية وفي البداوة حسن غير مجلوب. وفي قطر دائما أحن إلى حياة البداوة ولا أراها. هل يصح أن نقول أنها اختفت؟ كادت. الحقيقة أن يعني هنا معلومة أريد أن أدري بها. أنا عندي حقيقة لا أقول أنها دراسة، لكن هي جمع لبعض المفردات الدارجة في اللسان المحلي، اللهجة المحلية، وهي في الأصل فصيحة. صحيح. فأخذت أتتبع في معاجم، أتتبع معاجم اللغة القديمة كالصحاح للأزهري. نعم. والمقاييس، اللغة ومقاييسها لابن فارس ونحو هذه الكتب. وأرجع هذه اللفظة إلى أصولها الصحيحة في هذه الكتب، وجدت أنها فصيحة، وجدت كثير من الكلمات التي لا تزال تستعمل عند كبار السن. وأركز على كبار السن. صحيح. لأن الجيل الجديد وجدت أنه لا يفهم بعض هذه المفردات، مفردات اللغات المحلية، وأنا ابنتي واحدة منها من هؤلاء الذين لا يفهمون. قد تستخدم بعض المفردات تقول ما معنى هذا، إيش هذا، فيظنون أنها ليس العربية. إيه نعم. بينما هي فصيحة. أنت ذكرت البداوة، وعندنا قبائل هنا من البدو في الأصل، لكن قسم من هذه القبائل تحضر بحكم الغالب. صحيح. لكنهم لم يفتقدوا لهذا العنصر، إنه لا زالوا لا يزالون يحافظون على سلامة التلفظ بالدارجي من الكلام كلهجة عامية، ولكن في الأصل هي فصيحة. فصيحة. صحيح صحيح. وفي الإمارات أكثر، أكثر استعمالا للفصيح في بعض المفردات من هنا. طبعا غياب هذا التسلسل عبر الأجيال، لماذا الجيل الجديد لا يتكلم كالآباء؟ أنا أقول الأسباب متعددة، متعددة، منها التعليم وشيوع اللغة البديلة منذ الصغر، ومنها
غياب الثقافة الإسلامية الأصيلة التي ترجع هذه الأجيال إلى ما هو موجود في تراث هذه الأمة. ضعف التعليم، تعليم اللغة العربية في المدارس، هذه أسباب أنا أذكرها الآن لكن الحقيقة أسباب مؤثرة. وقبل أن نختم هذه المقابلة يا شيخ ونكرر لكم الشكر، وهل ممكن نتحدث بعد شيء عن اللهجة القطرية؟ نعم. والحقيقة يعني كيف نقول في اللهجة؟ بس أريد مقارنة بسيطة. لكن لابد أن يعني نذكر شيء من التاريخ الموجود هنا من أهل البلد الأصليين، غالبهم من قبائل عربية معروفة كتميم، في الغالب تميم من أرض نجد، وهناك من بني خالد ونحو هذه القبائل المعروفة. المعروف أن العرب لا يتنازلون عن فطرتهم ولسانهم، وهذا تاريخا كدراسات اجتماعية ودراسات لغوية لسانية هذا معروف. أتحدث ابن خلدون عن هذا الموضوع. نعم. فالحاصل أن الغالب في الاستعمال لهجة تميم، الغالب في الاستعمال لهجة تميم كاستعمال. فالمعروف يعني اللي تكلموا فيه علماء العربية أن هناك في لهجات عند العرب كقبائل، ومنها اللهجة التميمية، ومن أبرز علاماتها قلب الجيم ياء. يا نعم، قلب الجيم ياء. صحيح. في بعض الأحيان تسهل الهمزة، تسهيل الهمزة مثلا، يعني نقول في اللغة العربية ما جاءك، ما جاءك يقولون ما ياك، ما ياك. هنا الجيم انقلبت، نعم انقلبت ياء. طيب أين الهمزة؟ أدغم. خلاص انتهت. نعم صحيح. أي نعم. فالحقيقة أن الغالب هذا الاستعمال من ناحية اللغة كاستعمال هو الموجود، لكن هناك أيضا بعض القبائل الموجودة تستعمل لهجة نقول هي فصيحة في كثير من جوانبها، لكن كلهجة دارجة. نقول مثلا عند المرة، قبيلة المرة. أي نعم. وهم أين يسكنون في دوحة؟ من الناحية الشمالية؟ هنا كثير. لا هنا كثير. كثير. في الناحية الغربية الجنوبية كذا، لكن هي تعتبر الآن ضواحي هذه المنطقة. الحاصل أن لهجة بعض اللهجات العربية يغلب عليها ما يسمى بالكشكشة. يعني لما يأتون يكون يسأل عن حالك، يقول شلونش، المرأة تقول المرأة. كشكشة. أي نعم. تقول لها شلونش. فهذا موجود في لغة العرب. ولا زالت مستعملة هذه الطريقة. يعني هذه بعض الموجود من، لكن في السمت الغالب طريقة واحدة. شكرا جزيلا يا شيخ. الله يبارك فيك. سعداء بلقائكم على استجابتكم لهذه الدعوة وهذه المقابلة. نرجو من المولى تعالى أن يجعله في ميزان حسناتكم. الله يجزيك خير. الله يجزيك خير. الله يبارك فيك.